بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 48. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا، حياكم الله وبارك فيك. الأخت من خميس مشيط استعرضنا في الحلقة الماضية بعضا من أسئلتها، وفي هذه الرسالة بقي لها سؤالان. تسأل فضيلة الشيخ أولا عن حكم لبس العدسات الملونة بالنسبة للزينة، وذلك تجملا للزوج في زمننا هذا، كثرت مثل هذه العدسات، ونرجو الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وبعد. إذا كانت المرأة محتاجة إلى لبس العدسات لضعف بصرها أو لأمر طبي اقترحها الطبيب أن تلبسها، لأنها محتاجة إليها طبيا، فلا بأس بذلك. أما لبسها للزينة فالأولى تركها والابتعاد عنها. نعم. تقول هذه السائلة أم محمد من السودان فضيلة الشيخ، هل يلزم للمرأة المسلمة أن تغطي الرأس عند قراءتها للقرآن في منزلها؟ لا يلزمها ذلك إلا إذا كان عندها رجال غير محارم، فإنها تستر نفسها عنه، رأسها ووجهها وكفيها وسائر بدنها. أما إذا لم يكن عندها رجال أجانب أو عندها نساء أو خالية، فلا بأس أن تكشف رأسها وأن تقرأ القرآن، فالقرآن لا يشرع له تغطية الرأس. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أصلي السنة سنة الضحى 4 ركعات في تسليمة واحدة، وكم عدد ركعات صلاة الضحى، ومتى وقتها يبدأ؟ أما عددها فأقلها 2 ركعات وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام، ولا يقرن بين 4 بسلام واحد، بل يسلم من كل ركعتين، لما جاء في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولأن هذا أكثر عملا وأكثر أجرا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله. وأما وقتها، نعم، فيبدأ من ارتفاع الشمس إلى رمح، ويستمر إلى قبيل الزوال، إلى قبيل زوال الشمس حينما تتوسط في السماء، يتوقف الإنسان عن الصلاة. فإذا زالت الشمس إلى جهة الغرب دخل وقت الظهر، وانتهى وقت صلاة الضحى. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول فضيلة الشيخ، إذا نسيت في صلاتي التشهد الأول ماذا يلزمني؟ إذا نسيت التشهد الأول، فإن ذكرت قبل أن تعتمدي قائمة، فإنه يلزمك الجلوس والإتيان بالتشهد الأول. أما إذا اعتمدت قائمة أو شرعت في القراءة فلا يجوز لك الرجوع، بل تستمرين وتسجدين للسهو قبل السلام، تسجدين سجدتين للسهو قبل السلام جبرا لترك التشهد الأول. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. تقول، عند الانتهاء من صلاة العشاء في شهر رمضان، هل يستحب صلاة السنة قبل القيام لصلاة التراويح؟ نعم، هكذا السنة. السنة أن يأتي بالراتبة، راتبة العشاء 2 ركعات، ثم يأتي بصلاة التراويح. نعم. تقول، إذا نسي الإنسان، المرأة أو الرجل، الوتر في الليل فكيف يقضى؟ يقضيه في الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى دخول وقت الظهر، يقضيه في هذه الفترة ويشفعه. إذا كان يوتر بثلاث مثلا فإنه يصلي 4 ركعات بسلام، إذا كان يوتر بخمس فإنه يجعلها 6، يعني 3 تسليمات، كل 2 ركعات بتسليم، وهكذا يشفعه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إذا فاته الوتر من الليل فإنه يقضيه في النهار شفعا. نعم.
أحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة وصلت من الأردن، تقول هذه السائلة: فضيلة الشيخ، عندما أقوم بقراءة القرآن الكريم أحس براحة في قلبي وكذلك في الصلاة، أما عندما أتذكر عذاب القبر وعذاب جهنم فإنني أخاف كثير وأحس بأن عملي غير مقبول وأعمالي الصالحة غير مقبولة ولن تنجيني من عذاب القبر، ما الحكم في ذلك؟ مأجورين. أما الخوف من عذاب القبر والخوف من العذاب عموما ومن غضب الله، هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب، لكن لا يصل إلى حد القنوط من رحمة الله عز وجل، بل المسلم يتوسط بين الخوف والرجاء، فيرجو رحمة الله ويخاف من عقاب الله ويتوسط، لا يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء ولا يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، فإنما يكون متوسطا. قال تعالى في أنبيائه: ويدعوننا رهبا ورهبا، وقال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إلا عند الموت، عند الموت فإنه يغلب جانب الرجاء لأنه لا يستطيع العمل في هذه الحالة. ذكر بعض العلماء ذلك أنه عند الموت يغلب جانب الرجاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وهذا الذي ذكره السائل أو السائلة هذا من الشيطان، كونه يتصور أنه لا يقبل عمله ويشتد به الخوف إلى هذا الحد، أنه لا تقبل توبته، لا يقبل عمله إلى آخره، كل هذا من الشيطان. فعلى المسلم أن يرفض هذه الهواجس وهذه الوساوس، لأن هذا معناه القنوط من رحمة الله عز وجل. الله جل وعلا يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ويقول سبحانه: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة من الأردن هذا السؤال، تقول لفضيلة الشيخ: أملك قطعة من الذهب نقش عليها اسم من أسماء الله الحسنى وألبسها في عنقي، وأحيانا أدخل بها دورة المياه فتكون معي، فهل عملي خاطئ علما بأنني ألبسها لجمال المنظر وليس من أجل أن تحميني أو الخوف من الحسد؟ نعم، لا تدخل الحمام وفيها اسم الله، وعليك أنت أن تذهبي بها إلى الصائر يمسح لفظ الجلالة منها ويزيل الكتابة منها، خوفا من دخول الحمام بشيء به ذكر الله عز وجل، لأن هذا يكره. نعم. لها سؤال هذه السائلة من الأردن، تقول فضيلة الشيخ: يقول بعض الأطباء بأن الفتاة إذا تزوجت في سن مبكرة بأنه سيحصل لها أمراض لها ولأطفالها مستقبلا، وبأنه يجب عليها الزواج في سن 30، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل، ولا بأس أن تتزوج الفتاة وهي صغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عقد على أم المؤمنين عائشة وعمرها 6 سنوات، دخل بها وعمرها 9 سنوات، وهذا أحسن للفتاة من كونها تضيع أول عمرها إلى 30 سنة، هذا كلام باطل ولا يجوز تصديق هذا الكلام. نعم. لعلكم فضيلة الشيخ تتحدثون عن فضل الزواج المبكر بالنسبة للفتيات والفتيان وما يترتب عليه من الأجر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حث الشباب على الزواج، قال: يا معشر الشباب، إن استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. الزواج المبكر هذا يحصل به مصالح، أعظمها إحصان الفرج وغض البصر، وهذان مطلبان عظيمان، كذلك إنجاب الذرية، وكذلك تضامن بين الزوجين، كل منهما يقوم بمصالح الآخر، يحصل التعاون بين الزوجين، كذلك قيام الزوج على زوجته بالكفالة والرعاية والحفظ، كل هذه مطالب عظيمة يبادر إليها فهما أمكن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلتها تقول فضيلة الشيخ: إذا قامت المرأة بإعداد الطعام لإخوانها وهي صائمة وهي في البيت، فهل تؤجر على هذا العمل؟ نعم، إذا نوت بذلك إعانة أهل البيت وعلى صيامهم، ونوت بذلك التقرب إلى الله بخدمة أهل البيت، فإن هذا فيه أجر، هذا فيه أجر لها، لأنه من التعاون على البر والتقوى. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة:
من أسئلتها ختمي للقرآن، أقوم بختم القرآن في كل شهر وأنوي بأن ذلك عني وعن أمي وعن أبي لأنهما لا يعرفان القراءة والكتابة، هل يجوز لي ذلك؟ النية عن الغير في ثواب القرآن لا دليل على ذلك، ولكن المشروع الدعاء عند ختم القرآن، أن تدعي لنفسك ولوالديك ولمن تريدين، فتدعين الله عز وجل عند ختم القرآن لمن شئت، وأولى ذلك الوالدان والأقارب. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ: حرمني أخي الكبير من إكمال دراستي علما بأنني ما زلت في المرحلة الإعدادية، لأنه كما هو معروف عندنا في قريتنا بأنه لا يجوز للفتاة أن تكمل الدراسة لأن مصيرها إما إلى المطبخ أو إلى بيت الزوجية، وأنا الآن أشعر بالحزن الشديد لأنهم حرموني من أبسط حقوقي، هل من كلمة توجيهية وهل نكتفي بهذه الدراسة الإعدادية فقط؟ هذا يتبع المصالح والمفاسد، إذا كان إكمال الدراسة لا يترتب عليه مفسدة في حق الفتاة فإن إكمال الدراسة أمر مطلوب خصوصا في هذا الوقت، فإذا كان إكمال الدراسة ممكن ولا يترتب عليه مفاسد فلا يحق لأخيك أو أحد أن يمنعك منها، أما إذا كان يترتب عليها مفاسد فهم أدرى بذلك. وعلى كل حال الدراسة إذا حصل للفتاة أنها تقرأ القرآن، تحسن قراءة القرآن وقرأت أحكام دينها وتستطيع الكتابة والقراءة، هذا خير كثير، ولكن الزيادة على ذلك إذا أمكنت بدون ضرر وبدون فتنة وبدون سلبيات، التعلم مطلوب للفتاة وللفتاة. نعم. تقول: هذا السؤال خاص بأمي، تقول بأن أبي قد تزوجها في رمضان وكان يجامعها كثيرا في نهار رمضان جهلا منهما، وهي لا تعرف عدد المرات، فماذا على أبي وأمي غير الصيام لأنه الآن لا قدرة لهما على ذلك مأجورين؟ على والدك أو أمك أن يتقدم أحدهم أو أحدهما أو كلاهما إلى المفتي في البلد أو إلى القاضي في البلد ويذكرون له ما حصل منهما، يتحقق من هذا الأمر ويتفاهم معهما أو مع السائل ثم يجيبهما بما تبرأ به الذمة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. السائل أبو معاذ مصر من شمال سيناء يقول: أسأل عن حكم الذهاب للسحرة والمشعوذين وطلب العلاج منهم، مأجورين؟ الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين أمر محرم لأنه خلل في العقيدة، قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. لا يجوز الذهاب إلى الكهان، ولما سأله سائل عن الكهان قال له صلى الله عليه وسلم: ألا تأتهم؟ لا يجوز الذهاب إليهم لأن الكهانة والسحر، السحر كفر بالله عز وجل، قال جل وعلا: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، قال جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه السحر تعلمه ما له في الآخرة من خلاق ليس له نصيب في الجنة، وهذا دليل على كفره، السحر كفر، وكذلك الكهانة التي هي ادعاء علم الغيب، ادعاء علم الغيب كفر، من ادعى علم الغيب فهو كافر مرتد عن الإسلام، ولا يجوز الذهاب إلى هؤلاء البطلة والمشعوذين الذين يفسدون عقائد الناس وينشرون الكفر والشرك بالله عز وجل، بل يجب القضاء عليهم، وأما الذهاب إليهم فهو إقرار لهم، تشجيع لهم، وأشد من ذلك موافقة على عملهم، تصديقهم، هذا كفر بالله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: وقد كفر بما أنزل على محمد، ومن ادعى علم الغيب فهو كافر، كذلك من صدقه أنه وقال أنه يعلم الغيب فهو كافر، قال الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فعلم الغيب خاص بالله عز وجل ومن ادعاه فهو كافر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو معاذ مصر من شمال سيناء: بعض الناس يذهبون إلى بعض من يزعمون بأنهم أولياء فيدخلون على مكان الألم ويزعمون أن ريق هذا الإنسان مبارك وفيه شفاء، ما حكم أيضا الذهاب لمثل هؤلاء؟ إذا كان هؤلاء صالحين في عقيدتهم ومستقيمين وذهبوا إليهم ليرقوهم الرقية الشرعية، إذا كان هؤلاء الأولياء صالحين في عقيدتهم ومستقيمين على دينهم ذهب إليهم المريض أو المصاب من أجل الرقية الشرعية بأن يقرأ وينفث عليه من ريقه، هذا لا بأس به. الرقية الشرعية جائزة وهي من العلاج ومن الشفاء بإذن الله. أما إذا كان هؤلاء الذين يسمون بالأولياء فاسد العقيدة يدعون غير الله أو يستغيثون بالأموات أو يعملون أعمالا كفرية وشركية فإنه لا يجوز الذهاب إليهم، وليس هذا من الرقي، هذا من الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو معاذ أيضا من أسئلته: هل هناك فرق بين تارك الصلاة مطلقا وتارك بعض الصلوات تكاسلا لا جحودا؟ لا فرق بين من ترك الصلاة كلها ومن ترك بعض الصلوات. الله جل وعلا يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال جل وعلا: والذين هم على صلاتهم دائمون. الذين هم على صلاتهم يحافظون. الواجب على المسلم أن يحافظ على جميع الصلوات، ومن ترك صلاة واحدة متعمدا كفر بالله عز وجل. الواجب المحافظة على الصلوات كلها والمداومة عليها وأداؤها في أوقاتها مع جماعة المسلمين. لا يسع المسلم إلا هذا. الصلاة أمرها عظيم، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمل، فإن قبلت قبل سائر عمل، وإن ردت رد سائر عمل. ولهذا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الصلاة هي عمود الإسلام، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، فلا يجوز التهاون بها أو تضييع بعضها. ولو صلى بعض الصلوات هذا لا يكفي حتى يقيم الصلاة كلها. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل يا فضيلة الشيخ صالح يقول: أسأل عن حكم الذبح للقبور وللبيوت خوفا من الجن، والذبح عند شراء السيارة أو السيارات ونقوم بتلطيخها بالدم. كل هذه أمور شركية. الذبح للجن أمر شركي لأنه ذبح لغير الله، وفي السنة لعن الله من ذبح لغير الله. والله جل وعلا يقول لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. ويقول جل وعلا: فصلي لربك وانحر. النسك والنحر تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ذبح للجن أو للشياطين اتقاء شرهم أو رجاء أن ينفعوه، هذا هو الشرك الأكبر، مخرج من الملة، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. وكذلك الذبح في البيت خوفا من الجن، هذا أيضا من الشرك بالله عز وجل. كذلك الذبح عند شراء السيارة، تلطيخ السيارة بها خوفا من العين أو من الجن، كل هذا شرك بالله عز وجل. ولا تجوز هذه الأعمال لأنها عبادة لغير الله عز وجل وشرك بالله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم تعليق الأحذية وكف اليد وبعض الحيوانات كالكلاب والقطط في السيارات خوفا من العين أو الحسد. هذا من التعاويذ الباطلة والالتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى. لا يجوز وضع الحذاء ولا الكف ولا شيء من رؤوس الحيوانات، هذا من الشرك بالله والاعتماد على غير الله عز وجل. الذي يدفع الشرور ويجلب الخير هو الله جل وعلا، وهو الذي بيده الخير، وهو الذي يدفع ويرفع الضرر ويمنع الضرر والمرض، هو الله جل وعلا. فيجب تعليق القلوب بالله، توكل على الله وعبادة الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الالتفات في هذه الأمور واعتقاد أنها تنفع أو تضر من عند الله من دون الله، أو أنها أسباب لجلب الخير أو أسباب لدفع الشر. فإن الله لم يجعلها أسبابا، وإنما السبب الحقيقي هو التوكل على الله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. نسأل السائل فضيلة الشيخ عن حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والنعمة
والآباء وغير ذلك من أنواع الأقسام. هذا من الشرك بالله، حلف بالنبي أو بالكعبة أو بالولي أو بالأمانة أو بالآباء، كل هذا من الشرك بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يجوز الحلف بالمخلوقين، وإنما يحلف المسلم بالله عز وجل أو يصمت ولا يحلف إلا عند الحاجة، ويكون صادقا في يمينه ويحلف بالله عز وجل، هذا شأن المسلم. نعم. يسأل عن معنى البيعتين في بيعة وما مثالها. البيعتين في بيعة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم له صور، من أشدها مسألة العينة، وهي أن يبيع سلعة على إنسان بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل، هذه حيلة إلى الربا، لأنه باع الثمن المؤجل بثمن حال، نقود بنقود، نقود مؤجلة بنقود حاضرة، وجعل السلعة حيلة، مجرد حيلة باسم البيع، وهذا هو الربا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة، لأنها حيلة إلى الربا، وإن كانت بصورة البيع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا لدي حساب في البنك يحول عليه راتبي، فآخذ من راتبي بقدر حاجتي، فيبقى أحيانا شيء من هذا الراتب وأحيانا لا يبقى شيء، هل في ذلك زكاة وكيف تكون؟ وهل الشرط أن يحول عليه الحول ولم ينقص ولم يزد؟ إذا كان عندك توفير من الراتب، توفير نقود من الراتب، وحال الحول على هذا الوفر، وجبت فيه الزكاة بلا شك، بشرط أن يكون قد بلغ النصاب، بشرطين: أولا أن يحول عليه الحول، ثانيا أن يكون قد بلغ النصاب بنفسها وبضمه إلى مال آخر تجب فيه الزكاة. وأما ما لم يتم حوله فلا تجب فيه الزكاة، وإلا إذا أردت أن تحتاط تجعل لك شهرا من السنة موعدا لإخراج الزكاة، تخرج زكاة ما تجمع لديك مما تم حوله وما لم يتم حوله إلى مثله من السنة التي بعدها، فلهذا تبع ذمتك ويسهل عليك إخراج الزكاة، وتخرج زكاة الموجود في هذا الشهر الذي حددته، تخرج زكاة الموجود لديك من التوفيرات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يا فضيلة الشيخ، هل أذكار الصباح والمساء يشترط بأن تأتي عليها أو على بعضها؟ وهل يكفي آية الكرسي والمعوذتين؟ نعم، أذكار الصباح والمساء مطلوبة وهي كثيرة، وأعظمها أن تقرأ آية الكرسي، أن تقرأ بعدها ثلاث سور: سورة الإخلاص، وسورة قل أعوذ برب الفلق، وسورة قل أعوذ برب الناس، هذا من أعظم الأذكار الصباحية والمسائية، وإن جئت معها بتعوذات وأذكار أخرى فهذا شيء طيب وزيادة خير. نعم. يقول: وهل صحيح في أن أذكار الصباح والمساء تقرأ فقط في بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، أم هناك وقت متسع؟ الوقت متسع لهذا، إن جعلتها بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر فهذا حسن، وقراءة آية الكرسي والسور الثلاث هذا مشروع بعد كل صلاة، مشروع حتى بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، مشروع في كل صلاة، ولكنه يتأكد في الصباح والمساء ليكون في مقدمة الأذكار الصباح والمسائية والأوراد الصباحية والمسائية. نعم. أحسن الله إليكم. أم محمد تقول: هناك عبارات فضيلة الشيخ نرجو أن تبينوا فيها الحكم الشرعي في نظركم، وهذه العبارات تتردد على الألسنة، منها: خانته الأقدار. هذا لا يجوز، نسبة الخيانة إلى الأقدار، أو فعلت به الأقدار كذا وكذا، الأقدار لا تخون ولا تفعل شيء إلا الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، الأقدار لا تفعل، وإنما الفاعل والخالق والمدبر هو الله سبحانه وتعالى. نعم. الحظ لم يساعده. كذلك لا يجوز عدم المساعدة، نسبة عدم المساعدة إلى الحظ، وإنما يقول الله لم يساعده
طيب نعم، ليس للدنيا أمان، ولا يجوز ذم الدنيا بوصفها بالخيانة وعدم عدم الأمان. الإنسان هو الذي ليس له أمان، وأما الزمان والوقت فالوقت ليس له دخل في الأمان وغير الأمان، هو زمان للعمل سواء كان عملا صالحا أو عملا سيئا. وفي الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. فلا يجوز ذم الزمان وذم اليوم وذم الساعة وذم الشهر، وإنما الإنسان يرجع إلى نفسه ويحاسبه، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، يحاسب نفسه على ما حصل له من ما يكرهه، وأن ذلك بسبب ذنوبه ونفسه الأمارة بالسوء، ويؤمن بأن ما أصابه بقضاء الله وقدره، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسه، فهو السبب فيها والمقدر لها هو الله جل وعلا، قدرها عليه بسبب ذنوبه. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وقد أجاب مشكورا على